السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج نمر محمد ايوب، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. حاج بدنا نسألك عن حضرتك، شو كنت تشتغل او شو اشتغلت قبل النكبة يا حاج؟ كنت في المدرسة لما الاختيار طلعنا من المدرسة، صرحنا بالعنزة أخوي من إشكال مع واحد بدوي قتل وياه وشك عليه، حبس 4 شهور كان يصاب العنزة. حبس أخوك؟ حبس أخوك، ضربه هو حشر أخوي، أما أخوي ضرب عزيزه أخوي بن زال ما انتشار بن زال، أخوي ضرب سكيني ضربه بالعصار في الجمل ورأسه أشتكى عليه. أنا دفع نفسي أنا هاي العلامة هاي بس 4 شهور ما فيش من صاحب التشهير، أبوي بطل المدرسة وصرحني مع التشهير. هذا اللي حصل معي. بس اشتغلت هذه الشغلة يا حاج؟ ما اشتغلت أي شغلة. ما كنت تساعد بالفلاح حجي؟ لا ما شو مش فاضي يعني أنا مع التشهير. طب حجي والدك عليه رحمة الله شو كانت شغلته وعملته؟ أبوي كان عنده بزمان وبعد شو كان عنده ضرش نازك بكثرة يعني أكثر يعني كان غني ملاك يعني كان عنده 200-250 رأس نازك إله لحاله. نعم هذا بزمان هو أخوته سوا يعني مشتركين إني بعدين اللي متجوز اتقاسم كل واحد أخذ له شايف شو. أبوي باع شوي من عنزل اشترى شوي أرض لا لكن مش خسارة، بس عمي إبراهيم كان أنشط واحد فيهم اشترى ملك مليحة، كان عنده مارس أرض في زيتون حوالي 100 عقد زيتون لحاله شايف شو. عمي الوسطاني ما عرف يدبر حاله، كان له 300 رأس معزة لحاله إله، ما كان يبيع ويشتري أرض تاجر المعزة بس أرضياته قلالة ثانية كان يعني مش يتخار يعني والدك عمي كان ملاك. نعم كان شغلته انه يمتلك الارض ولا يمتلك طراش طراش ارضيات قلال عندنا مش كثير يعني عندنا زيتون عندنا حوالي 50 زيتون يعني احنا فقراء بالنسبه للزيتون. طيب راح اسالك عن هذا الموضوع حجي، بس كنت اسالك ابناء قريتك بشكل عام شو كانت اشغالهم واعمالهم حجي؟ خي اللي كان في البوليس الانجليزي الرسمي بعدين صار في بوليس اضافي. نعم يعني اضافي ما لهش تعويض ما لهش ترفيه بعرف اذا برفعوه ما بعرف يعني حارس عسكري اضافي اسمه اضافي هذا عشان راس فلسطيني بالشهر اجره شايف شو. بس الرسمي بصير رقيب بصير باشي بصير ضابط بصير هذاك رسمي. كان صار اطلع 50-60 واحد بلدنا موظفين. طيب كلهم بوليس هذول حجي؟ كل كان في البوليس، في منهم موظفين مسكت الحديد كما قسم. نعم في كثير ناس كان موظفين مسكت الحديد عمال عطشني سوق سكت الحديد كان مين كان مثلا سائق او كان واحد اسمه اللهم صل على محمد نايف عودي هذا كان سائق ولا عطشني يا حاج؟ سائق وكان واحد اسمه اسعد ابراهيم حمزي. نعم ايوه شو هذا؟ كمان سائق واحد اسمه محمد مطلق حميد. نعم شايف برضو سائق هذا ولا بعرفش يمكن كمان واحد بيت الخطيب والله ما اسمه ماهل خطيب ماهل وحش الخطيب اسمه. نعم شو بيشتغل كان مسكة الحديد يشتغل وظيف وفي عطشلية يعني الموظفين مش سائق عطشلية. شو العطشلية يا حجي في الأول؟ يعني مساعد للسائق. مثل مين يا حجي اشتغلوا هالشغلة؟ كان اسمه الحج علي حمزي الله يرحمه توفى. في واحد اسمه كمان علي الحج عبد حمزة الثاني كان عمر الجماعة كان وسيط الحديد. قلت لك محمد مطلق حميد حقيقة محمد مطلق حميد سجل عندنا. نعم كان وسيط الحديد ظل يعني دير بالين أنا. طيب حجي بأي محطة كانوا يشتغلوا هؤلاء؟ بحيفة. في حد منهم في حد اشتغل ناظر؟ كيف؟ حد اشتغل ناظر لل لا
الترين هاي بعرف شو يعني كانوا مالكيه بالترين يشتغلوا شو شغلت بعرف. طيب البوليس حجي بتتذكر مين كان في يعني اسماء مهمه واسماء لامعه في البوليس؟ اخوي قاسم الكبير كان في البوليس. نعم كان بالاول بزمن تركيا مع التراب لما احتلت بريطانيا انخرط بالبوليس الرسمي البريطاني كان سجان لاي 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 كان بعكا. شو وصلت رتبته يا حاج؟ ما اخذ ما في جوز بنته نسيبنا يعني سيره لأخوي كان أمباشي يمكن كان شو اسمه يا حاج؟ اسمه محمد شاهد حمزي. في كثار كان في البوليس ما ظلش احصل لك اسماء يعني اللي تقدر تحصيهم حجي. في كان حسين عزيز كان في البوليس كان اولاد منطقة إبراهيم في واحد اسمه رشيد وواحد اسمه توفيق وواحد اسمه سعيد هذا كانوا في البوليس الرسمي وواحد اسمه محمد هذا مات بصفد مولع فحم ونايم بشتوية ومسك الباب مات وامه وهذا هو ولاده ومرته نعم ومرته ومرته نعم تذكر بوليس إضافي مين كان يا حاج؟ أتذكر واحد من أولاد الشيخ مطلق اسمه توفيق اسمه توفيق نعم. لا مش توفيق يونس هذا بتذكر إضافي وغيره لمنه طلعت إنجليز بس فيلم الإضافي كان يعطوا تعويض عشان دولات تعويضه ما يعطوا البارودي بس الرسمي تعويضه البارودي دافع عن حاله أبهرب البارودي ما ترك التعويض كانت البارودي حق 800 ليرة فلسطيني شو كم يعطوا أبو 50 ليرة فلسطيني قال لك البارودي أحسن من التعويض ما فيش إلي تعويض تهرب البارودي هاي تعويض هرب البارودي. طيب حجي حد اشتغل في مؤسسات رسمية في الريفينري في من أبناء شعب؟ والله فيه كان بس والله ما ندير بلقنا. طب حد اشتغل على مستوى عالي مدير بنك مدير مدرسة مدير شركة؟ كانوا معلمين مدرسة في واحد اسمه نيم فعور كان يعلم في البلد عندنا. نعم واحد بيت الطيار وين كان يعلم بعرفش اسمه نجيب الطيار. طيب أخوك قاسم كان في سجان حجي في عكا كان في حدا غيره من أخوانك بالبوليس؟ لا بس أخ واحد لأنه الإنجليز إذا واحد عمل إشكال وصار في شكوى عليه شايف شو ونحبس شهر أو شهرين معناته هذا مشاغب بوظفوش بوظفوش ما بوظفوه إذا انحبس خلص ما راحت عليه راحت عليه. طيب حجي ايضا كانوا يشتغلوا فلاحين في ارضهم حجي الناس لك ايه يعني هذه شغله رئيسيه كانت عندهم شغله رئيسيه طبعا. طيب حجي بدي اسالك عن املاك والدك الخاصه كم دونم ارض كان عنده يا حجي؟ ما ظلش أحصري المال تقريبا يا حاج يعني مش أقل من 20 دولار. تتذكر أسماء الأراضي اللي كان فيها هذه الأراضي؟ في رأس السوق نعم خلت الأوابني في صصورة اسمها المنطقة في خلية معار أرض إنها نعم. طيب شو كانت يعني خلت العوامني كانت شقت تطلع حوالي 3 دولمات لحالة أو 4 دولمات هيك بيجي نعم فيها زيتون كنا نزرع قمع يعني في مساحات فيها الزيتون كنا نصف زيتون صغير فيها طيب هجينا يعني في إشي وعي وبعد ما هجينا كبير نعم. طيب حجي تتذكر شو كان عندكم
الأملاك من المواشي والحيوانات. ما قلنا لك المواشي اللي عندنا قلنا 50 آخر إيش كان عندكم 50 أقل شيء 60 رأس كان. طيب وكمان يا حاج شو حيوانات أخرى؟ فيش عندنا حيوان دابة يعني بقرة دابة لنقل شغلات هيك نحتاجها دابة حمارة جل بس. نعم بقر ما قلنا نحن. طيب حجي قال لا لا جمال او خيل ما كان عندكم يا حجي؟ كان في بالبلد مش عندنا. لا انا قصدي والدك كان عنده شيء؟ لا ما كانش عندنا. طيب حجي متذكر بيتك بيت والدك؟ كيف متذكر كيف؟ تقدر تعطينا وصف لهذا البيت يا حجي؟ شو بتعطيك وصف؟ صعب يعني. طيب من ايش مبني يا حجي؟ مبني من احجار يسموه بعمار كلين. كيف كلين؟ يعني حجر من برا وحجر من جوا. نعم شيء سمكته هيك كليل اسمه. كليل اسمه هذا حجر لا صخر يابس ولا طري. طيب وين كان موقع البيت يا حجي؟ وكان بالأول ما فيش ترابة طين. نعم طين مع شوية تبن من هذا الناعم خالص خلطوه وحطوه. وإذا كانوا بدوا حشك يعني بين الأحجار يحط منها صلالة صغيرة وطين وحشك يسكي حتى يسكر ما يظلش فجوات بين الحجر والحجر. نعم والسقف خشب ما اختفنا. شو كان نوع الخشب؟ عوجة صحيحة ماشي الحال. طب حجي فوق الخشب نعم يحطوا عدان هيك تخنها هيك. نعم العود بحد الثاني على الخشب ويجيبوا باللان. نعم باللان شجر يعني باللان باللان. نعم باللان هذا يقشوها ويجيبوا بكثرة ويفردوها يدعسوا عليها حتى تصير مسوحة وطموا عليها تراب وفوق التراب يطينوا طين مع طين من هذا الأصفر وحطوا معه تبن ناعم. نعم هيك كان هذا. بالآخر صار في بطون وصار يحسن يعني صار تحسين شوي بالعمار غير الأول. طب حجي بأي موقع كانت قريتكم؟ حكيت لك أنا بعرف إنه بالحارة الشرقية. إحنا بس وين بالضبط يعني بالحارة الشرقية عندك؟ أنا طرف البلد المشرقة. عظيم. طب حجي بتتذكر كم غرفة كانت تتألف منها؟ كان فيش غرف بهذيك الأيام. غرفة واحدة. كان البيت إشي بعمدان وإشي بلا عمدان قناطر. القنطرة عليه ولا فوق بطلع حوالي 6 أمتار أو أكثر وتطلع جناح هيك وهيك جناح وعريض الجناح تبعها. تعرف شو إحنا كان عندنا بيت بقنطرتين إذا بقيت قسم أوض بطلع 6 أوض لكل بيت واحد. نعم هيك كانت العمار بالفلاحين. بعدين لما صار العمار جديد صار يعمل أوض. الحمد لله. طيب حجي ظلت الأمور على هذا البيت ولا؟ إحنا بالنسبة لنا ظلت الأمور على هذا البيت. طيب كان في حوش لكم حجي؟ كان عندنا تصويني. نعم. بيت الطشيات في قلبها مصوني داير فتن حجر. يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم. مشان الطشيات ورواقات. مشان صار شتاء خربوا من الشتاء تحتين الطاشية هو بس شتوية في مغاير. نعم النايمة بمغاير. طيب حجي حضرتك تحدثت عن الطحين كان له خوالي. نعم الطحين كان له خوالي. هذا خلايا يسموها خلية. نعم من الطين يا حجي هذه؟ من الطين. طب أيضا هذا بينطبق على القمح وعلى الشعير وعلى كل الأشياء هاي حجي؟ كله الشعير في منه حطوا بهالخلايا هاي. نعم وفي منه في تدخيت يعملوها بنفس البيت مثلا يعني زي سدة يعني هالقنطرة. هالقنطرة طالعة هيك. نعم من القنطرة من مثلا من العمود للحيط هذاك يجيبوا خشب القنطرة جناح هيك يدخلوا بهالجناح خشب
صفوا خشب على بعض بعض، خشب يكون تخيني وحطوا عليها خشب قطوا هيك بدو يكون هيك معاكس له، معاكس حد بعض البعض وطينوا ويصير هاي تدخيط إيش الحبوب. نعم. والخلايا هاي كمان وحطوا فيها حبوب قمح أو عدس للموني مثلا، خلصت هاي الخلية يصير يطلع تدخيط يجيبوا قمح ويقوم مشان يطعموا. وفي خلايا مشان الطحين. نعم. مشان الطحين هاي خصوصا الطحين خلية بيطحنوا مثلا نص كيل قمح اللي تسع الخلية يعني. نعم. الطحين خلوا بريد الخلية بوكل الفار بوكله مثلا بتعبى حشرات بسواش. بقى هاي الخلايا خلية خصوصي هاي للطحين طول سدي وقت بدل الحرمة مثلاً ربة البيت تعجن تفتحها وبتنخل ملاتها اللجن اللي بتعجن فيه عجين وبسكرها تخلص بيكون ينقوا شوية قمح مشان الطحن قبل ما يخلصوا بعجن بعجنتين بيكون محاضرين الطحن الثاني. طب حجي في حدا بنى على طابق ثاني قليل. قليل يعني بنعدوا اثنين او ثلاثة يعني اوضة بس. نعم. علية كنت تسموها يا حجي؟ علية كنا. طيب حجي ابواب البيوت والشرابيك كانت من خشب ولا من خشب؟ خشب 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 كله خشب. طيب يعني الحديد كيف هذا الحديد هيك بس قضبان هيك. نعم. هيك وطالع نازل يبقى بسط مخروق بيطلع فيه عظيم مبروك شايف شو مبسط هيك مخروق بيطلع عظيم مبروك نازل بصندوق الخشب بكون قليل ما كان حدا يحط حديد قليل كان قليل في الاخر صار العمر جديد يعني صار هذا صار فيه. طيب حجي في ناس كانت تعمل من بره بنور باب يعني خشب ومن جوا ابواب ازاز ملون حتى يعني. طب حجي ما زلت تحتفظ بقواشين الارض ولا كواشين ارض؟ نعم. كان في كواشين يعني كوشان يعني بيملك الارض. نعم. هذا من طرف الدوله. نعم. اغلب الناس كان مع يعني في ناس كثير كانت تشتري الارض ما تعملها تسجلهاش اصلا في ورقه بيع شراء بشهود بدفع المبلغ المتفق عليه. نعم. وعليه شهود هذا كان يحتفظ فيها وصاحب الارض الاساسي يدفع مال الميري عليها للدولة ونعطيها احنا يعني بدك تقول انه حجة يعني ناس كثير ملكة الارض بهاي الصورة ما سجلت عن الدولة هلا ان صار تعويض الاراضي مين بياخذ تعويض المالك الاولاني مش اللي اشترى مثلا يعني. نعم. الحجة ملك يعني حجة عليها شهود على البيع والشراء شهود على المبلغ اللي دفع وبيبذو سواء بصم أو خط. طيب حجي بدي أسألك عن كان يسموه طابو. نعم. اسم طواب طابو. بدي أسألك حجي عن أشهر أبناء قريتك في إصلاح ذات البين وطلب يد العروس وتصدر الوجهاء مين أشهر الوجهاء في هذا الموضوع يا حجي؟ بالنسبة يعني إيش؟ اللي بيصدروا هالجهات اللي بيطلبوا يد العروس والله كانوا كانوا جماعة يعني من كنت عيلي في واحد مثل دير الخطيب مثلا في واحد من بيت فعور مثلا مختار فعور أو أحد أقاربه نعم بيت حسين كمان كان في جماعة بيت حمزة بيت شيخ محمد بيت طه العائلات الكبيرة يعني في من العائلات الصغيرة يعني يكون إنسان جيد كمان ناهض
ايوه يكون يعني بك تقول. طيب حجي مين انا على وعي كان يعني اللي يروح يحضر صلح ما صلح وتوفيق وكذا كان حياه مطلق الشيخ محمد شيخ امين حمزي شايف شو بك تقول المختار شعور وحش الخطيب هذول على وعي انا يعني هذول يعني هن اللي كانوا نعم بزمن ابوي كان صالح محمد هذا انا لحقت اختيار يعني جيل ابو ابوي كان اصحابه حياه ابوي كثير هذا الزلمه هذا كانوا فيه يعني اللي قيمته في البلد تمام صالح محمد ابراهيم حسين اسمه طب مين اشهر ابناء قريتك عمي في العزف في الغناء على في العزف على الناي او اليرغول او الغناء او الحداء الارغول الارغول كان اخو تلعب الارغول مين منهم يا حج قاسم وشريف الله يرحمهم تعيش هو في ناس في البلد كانوا غيرهم لكن هني كانوا يعزفوا انشط احنا بينا زماني انا شبابي صارت انت شبابي انا شبابي فعلا انا عرفت فيها ما كانش في القرية ولا حوالينا ولا حوالينا يعني لا معار ولا مجكروم ولا سخنين ولا بلدنا يعزف العزف العزف أنا على الشباب يعني المعد فيها مضبوط ما زلت ممكن تعزف يا حاجة؟ لا راح الأسنان عشي ما انت كنت تعزف على السن ولا على الشفة يعني؟ على السن وعلى الشفة أكثر شيء على السن ليك هنا السن نبل منها سلامتك يا يا نعم من وراء الشبابة؟ كان حياة يوسف حسون الله يرحمه نعم شاعر في بلدنا هذا من شعبه من شعبه هني أساسا أبوه من كفر مصر عرب بدو واجا مع أمه أرملي جوزت واحد من بلدنا وربي مع أمه وصار من بلدنا أبوه اسمه علي حسون كانوا يقولوا على القروض الأول مع أنه فيش حدا يعني يسموه ربع عند جوز أمه وكان يخدم وجوز أمه يعطيه الإنتاج اللي يأخذ يعني صرح أبوه يعني بالعنزات يعني كان موقفه أنه رأى بالعنزات تبعنا لعلي ولا لا؟ لعلي الكبير نعم أبوه ليوسف الشاعر ونزلوا على حيفا وصار يبيعه إنتاجه والله أعطاه وصار معه مصار ما شاء الله عنه واشترى بطلع 50-60 عقب زيتون بالبلد وأرض وكذا هذا الزلمة يقول لك عنه أبوه للشاعر لا ما كان ولا شيء بالمرة. طيب يوسف حسون كان يشعر في القرية يا حجي؟ يوسف حسون لمع في البلد هون. في لبنان. طلع هو عنده تأسيس من البلد من الشعب. نعم. كان نشيط. وكان يعزموه برا عزموه سخنين شاقين القرية. أجوا عزموه على العرس يغني في العرس عدادي وعتاب وكذا. لكن أكثر شيء لمع هون. ما لحق يلمع في فلسطين وبين إلا رحلنا. طلع أكبر مني هو شوي أكبر مني بتاع 4-5 سنين نعم ما كانش أكثر يمكن هو يمكن تولد 37 أو 26 هو أنا 31 بس هو كان مارس يعني من صغر مارس ويقرأ الكتب اللي فيها معاني عربية يعني قوافي عربية مثلا يعني يغني تلاقي ما تفهمش عليه يعني الكلام اللي يحكيه بده واحد درس اللغة العربية حتى يفسره في بعض بيوت عتابة يغنيها طيب مارست انت وياه يعني شببت له؟ واحنا اولاد كنا نمشي مع بعض نغني عتابة هيك انا ما مارست معه كثير يعني يمكن لما مارست معه انا صرت مثله بس انا من صغر تكون لمن رحلنا على بعلبك كنت انا بعجاش الانقاذ طلعنا هربت ماشي من فلسطين طلعت لحالي براس بعد ما احتلت له 3 ايام قالوا انه لاقوا 2 من بلدنا بزتون مش ذكروهم منين انتم من الشعب قوسوهم اليهود لانه جرحنا اليهود احنا عملنا معارك 2-3 معانا وقتلنا من اليهود شايف شو قتلوا 2 من بلدنا فراخ اصغر مني بالعمر انا خفت في إلي أخ هناك كنت أنا مع الطرشات في وادي اسمه نبع اسمه بير خشب نبع مي
كنت ورد العنزات عليه وجيت على وادي بلدنا مطرح ما طلعنا من بلدنا ولجأنا بهالوادي لما صار في اليهود معارك بينه وبينهم بطل حدا يدخل البلد شايفه لأنه في قنص وكذا ومدافع زدت على البلد هاونات وكذا أهل البلد تقريبا أغلبها نزحت من البلد قلة ظلوا الاختيارية بعض اختيارية يعني ظلوا في البلد شايف فاحنا لما احتلت اليهود عاد طيب خلينا بس نرجع ليوسف حسون حجي يعني هون في بعلبك انت ويوسف حسون مثلا في بعلبك بعد ما طلعنا من الانتقاد جيت على بعلبك في ابن اخوي ساكن في بعلبك جيت لعنده انا كنت عزاب بابن اخوي متجوز ابن اخوي الثاني شريف يعني الله يرحمه عيش هذا انا اكبر منه باربع شهور هو جوز قبلي حتى عنده بطلع حوالي سنه نقعد انا ويوسف حسون في ساحه القشلي قشلة يور بسموها غور ما أعرف اسمها في بعلبك كان جيش فرنساوي كان عمل معسكر إله يقعدوا على دق على العود وأنا على شبابي ويغني على درعونة وما غير درعونة وأتابع واحد طيب يوسف غنى بهذاك الوقت يا حجي نعم. هو طفل كان يغني بالأعراس كان يغني بهذاك الشعب كان يغني بشعب قصدي طيب حجي مين كمان برضو كان صوته حلو في القرية غير يوسف حسون مثلا والله فيه بس مش شهرة مثل يوسف حسون يغنوا عتابة مثلا فيه ثلاث أربعة كانوا مثل مين يا حجي؟ في واحد بذكر اسمه علي الذاكرة بتنسى لأنه صلنا وقت زمان طالعين في كمال الحسين هذا من بيت حسين الحسن كان يغني في واحد اسمه محمد العبد يوسف كان يغني واحد اسمه محمد عبد المنصور كان يغني كان واحد اسمه منصور أخوه كمان منصور كان قوي هذا نشيط يعني تقريبا مثل يوسف تقريبا كان يغني عتابة وحدادي يعني كمان في الأعراس طيب تتذكر مين كان شاطر بالدبكة يا حجي؟ كسار الدبيك كسار اللويح الشاطر مثلا كسار في كسار كان في بلدنا كل الدبيك طيب صار في كان واحد يقولوا له واحد اسمه ظهر بن علي وواحد اسمه اللهم صل على محمد اولاد درويش الشيخ خليل علي والعبد شايف شو هذول كانوا شاطرين بالدبكة الشمالية والشعراوية، أكثر شيء شمالية. صار دبكة كثار كانت. طيب حجي بدي أسألك مين أشهر يعني أو كان هل عندكم من باب الشهرة المشاهير هل كان عندكم حجي شيخ أزهري أو فيش ولا حدا؟ طيب أساتذة مدارس حجي كتاب صار أساتذة بالآخر من بلدنا مثل مين؟ كان منيب فعور نعم كان أستاذ بالآخر ما طلع أساتذة صاروا هون ما طولناش يعني ما هذا كان واحد اسمه نمر محمد شاكر كان أستاذ شايف شو لما طلع لهون صار أساتذة كثير طيب حجي كان في عندكم مركز للبوليس؟ لا كان في مجد الكروم في مجد الكروم طيب كنتوا تفضلوا حجي أو كان يفضلوا أهل قريتك يحلوا مشاكلهم فيما بينهم وليروحوا لهذا المركز يا حجي؟ هذا مركز قلة ما نطلع عليه قلة؟ ما نطلعش على عكا يعني أقوى تبع عكا عكا طبعا دائرة. طب الناس كانوا يفضلوا حج يحلوا مشاكلهم فيما بينهم ولا كانوا والله لأن الخلافات تصير بعض أحيان قوية ما تنحلش من فردية الفردية. طيب حجي المركز اللي في مجد الكروم عمرك شفته يا حجي؟ من كم طابق مكون هذا المركز؟ طابق أرضي بس عدد غرفه كثيرة ولا شوية؟ بعرفش ما دخلت عليها طيب كان في سجن يا حجي؟ يعني بدك تقول ما تقل نظارة يعني مؤقت
وعناصر المركز حجي عناصر يمكن 7-8 بس أكثر. أصولهم حجي غير الإنجليز فلسطينيين. في يهود حجي كان في؟ لا في عكا اليهود كانوا بالبوليس بسيط البوليس نعم وأجي خدم هناك في المطار مش مانع نعم بس أذكر شنو كان اليهود يعني. طب في عكا حجي كان في يهود في المركز؟ لا بعلمش تعلم يعني بعرفش أنا أنه كان يهود ولا لا يعني الموظف ابن البلد بجوز يعرف نعم. مرة أجل اليهود في واحد من بلدنا كان سجان وإلهم يهود محبوسين عملوا الحالهم يعني بصالحوا كهرباء ما كهرباء وأجوا على المنطقة اللي على باب الطاقة الباب اللي بالسجن اللي محبوس زلمتهم فيه حطوا سلم تبع الكهرباء بسحب بالطرق نعم وفتحوا الباب وطلعوا السجين تبعهم وهرب وصار قواس وواحد من بلدنا سجان راح يروح فيها مين هو يا حجي؟ اسمه محمد علي عزيز طيب حجي عناصر الشرطة كانوا يتحركوا على خيل ولا بسيارات؟ على الخيل على الخيل طيب مين كان مشهور من الضباط الإنجليز حجي اللي كانوا معروفين بالظلم بالشركة؟ بعرفش ما بتعرف طيب تعرف ضباط عرب كانوا موجودين يا حجي؟ واحد بقول فريدي أبو نسب فريدي أبو نسب هذا كان ضابط بوليس نعم على التحقيق يمكن كان يكون حتى فريدي أبو نسب هذا كان مشهور طيب حجي بتتذكر أيضا إنه حضرتك زرت مدن فلسطينية وأنت صغير لا أنا رحت على حيفا بس عكا يا حجي عكا كثير رحت عليها لأن أخوتي ساكنة بعكا طيب شو كان يميز عكا يا حجي عن المدن أو عن القرى الأخرى شو في شيء فيها يعني معلم مشهور سور عكا سور عكا مشهور بالعالم نعم وغيره حجي إيش إيش عمار قديم كله نعم عمار قديم وبتفوت في البلد كأنك فايت يعني كلها أقبه هيك في أغلب عمار مركوبة عمار السكن وبالليل حاطين قنديل بقلب ما كانش بالأول كهرباء حطوا قنديل وفيها ضبور الكازة والفتلة والأزازة حطوه على الأو حتى اللي ما له طريق يشوف عتم لأنه طويل مثل كيف النفق الأنفقة وهناك كان العمار هيك الأحباوي بس النفق طيب ما كان عندهم كهرباء في عكا يا حجي؟ بالأخر صار كهرباء طيب حجي شوارعهم معبدة كانت؟ كل شوارع معبدة أسواقهم حجي أسواق متخصصة يعني كان في سوق للقماش في سوق للحلال في سوق لكذا ولا كانت كلها خليط دكاكين؟ تكون سوق القماش يعني المناطق اللي فيها سوق القماش لحال كانت وفي اسماني مسماني كمان لحم لحم لحال طب المينا حجي كيف مينا عكا؟ مينا عكا ضعيفة كانت ما كانت قوية مينا صغير المينا بحيفة كانت طيب مسجد الجزار حجي رحت له؟ رحت له وصليت فيه نعم من بعد ما هجرنا رجعت وصليت فيه لا أنا قبل قصدي يا حجي لا كنت صغير من الأيام طيب حجي أيضا السجن شفتوا سجن عكا كان مشهور هذا السجن أكبر سجن يمكن في فلسطين قديم هذا السجن يا حجي قديم زي ما تركيا نعم كله أسوار حواليه أسوار ما أسوار يعني شايف شو هو هاي الأسوار اللي حواليه هو عمرها تراك ولا قديم قديم يا حجي طيب حيفا حجي شو أعجبك فيها والله أنا ما تمكنتش في حيفا يعني كثير أمر الطريق مرت منها وأنا هناك بس لما طلعنا رجعت أنا مشوار روحت على حيفا وطلعت على الكرمل على الهدار فوق بحكم اليهود يعني حيفا بصفي كيف جوني زرايع جوني نعم يعني تقريبا مثل جوني بس حيفا أرضها الساحلية على جنب البحر أسهل من أرض جوني يعني في مسافة في هيك منتبه
وبتطلع بصفحة الجبل. طيب الهدار. نعم. يسمون الهدار. أنا طلعت من الهدار بالترين تحت الأرض، فاتحين اليهود ترين تحت الأرض بيطلع على الكرم فوق. نعم. طلعت في الترين على الكرم، طلعنا ظهر الكرم أنا وابن أخوي وبرمنا فوق بظهر الجبل ونزلنا. في جنينة حيوانات عاملين اليهود فوق بظهر الكرم. شفت حجية في التعليق؟ كنت عليها، كنت عليها. شو كان فيها حيوانات حجية؟ فيها كان دب، فيها نمر، فيها ضبع، فيها أجل غنمي وجمل ومش عارف شو. نعم. كانت مأجورة حجية هاي الزيارة؟ ها؟ لما فوت دفعت فلوسها؟ مش عارف فلوس. كان إذا فوت دفع بارك شو دفع. طيب حضرت سينما أنت حجي في حيفا؟ كيف؟ حضرت سينما في حيفا أو في عكا؟ وأنا بعكا وأنا بحيفا حضرت سينما. طيب حجي شو كان يعني، شو كان في شوارع مشهورة في حيفا؟ أنا بالنسبة لحيفا بعرف شو بقولوا، كان في شارع الهزار ما بعرف بالضبط، مش عارف يعني. شارع الملوك حجي كان مشهور. بس بعرف شارع الملوك، بقولوا سبع الملوك. طب سبحت في حيفا يا حجي؟ وأنا سبحت، لا بعكا سبحت، بس بحيفا لا، باش أسبح، أفوت على البحر أوقع وأطلع إيه. لليوم؟ اليوم حتى ببيروت صار لك سنين. ما سبحت ولا بعرف ولا بفوت على البحر، بروح بسبح. طيب حجي بدنا نسألك عن شهر رمضان الفضيل يا حجي، كيف كنتوا يعني تستعدوا لهذا الشهر تستقبلوه؟ بفلسطين يعني؟ نعم. ولا هو؟ بشعب يا حجي. بشعب الاستعداد، احنا بالنسبة لي انا بشعب ما صدش يوم. راحت عليك يا حبيبي. انا كنت اصبح بهالطرشيات، لما الراهب بده يصوم ها بيجي ايش؟ بضلش يمشي على جريه. لانه بده يظل كل النهار ماشي. نعم. والظروف ما كانش يسمح لنا يعني نصوم، بس بهالايام احنا اللي احنا فيها هون الحمد لله رب العالمين، شهر رمضان نقضي بالجامع الحمد لله، قراءة قرآن، ومن يجي على الإفطار نفطر، ننزل نصلي العشاء والتراويح، ونرجع نصلي قيام الليل في البيت، ثم نقوم صلاة الصبح من ظن في الجامع تطلع الشمس قراءة قرآن، نصلي ركعتين لله بعد قراءة القرآن تطلع الشمس ونرجع البيت. هذا هون يعني زمان نرجع على الجامع قراءة القرآن. هذا هون هناك وتقبلوش بالهوم وعد فرس يعني ما فيش. طيب مين يوعيني ولا اي. طيب حجي الناس بشكل عام كانوا يصومون في رمضان؟ كل الناس كانوا يصومون. طيب قلة اللي كانوا يصومون قلة. طيب حجي تذكر انه كان في في قبل رمضان يعني يحضروا يعني اكل معين لرمضان؟ الفلاح شو بده حضر؟ كل شيء حاضر عنده يعني. نعم. شو بده حضر؟ كل شيء حاضر، اللبن طيب موجود. ما كانش مثلا يجيبوا أمر الدين مثلا؟ أمر الدين كان حاضر يشتغل. تمر، حلاوة. حلاوة صحيح في كان. نعم. وتمر يعملوا كذا طيب منه. هل كانت مثلا تزداد الشوربة والسلطات في رمضان يا حاج زي ما نشوف الأيام هاي؟ ولا نفس الأكل؟ هناك الفلاحين هالإشي الموجود هن اللي يستعملوا رمضان وغير رمضان. ما في مثل هون. لا العالم بدلت غير يعني الفواكه كثرت، الزراعة صيف شتاء بطل تقطع، شايف شو هناك كان؟ كان نشف البندورة بيوم الصيف خلوها شنو يبلوها ويعصروها تطلع منها. طيب حجي كنت تفطر على الأذان ولا كنتوا على المدفع يا حجي؟ على الأذان. على الأذان؟ لا احنا عصا سديك. هذا السحور يا حجي؟ هذا السحور. لا انا قصدي الإفطار يا حجي. الإفطار أذان. 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 طيب وكان عندكم مسحر يا حجي؟ والله قليل. طيب أيضا حجي كانوا الناس صلوا التراويح ولا ما كانوا يعرفوها هذيك الأيام؟ ولا حد صلى التراويح ولا بعض. طيب الإفطار حجي كانوا الناس يفطروا مع بعض ولا كل واحد في بيته؟ كل واحد في بيته. بصير عزايم ولايم في رمضان؟ بصير. طيب حجي صدقة الفطر؟ نعم. كانت تدفع بذاك الوقت ولا؟ قليل ما كانت الناس تطلعها ولا يعرفوا الأمور الدين مضبوط مثل اليوم. طيب إذا كان قليل حجي كان يدفعوها فلوس ولا كان يدفعوها حب؟ ولا مش متذكر. نعم. مش متذكر شو كان يدفع. اللي كان يزكي شو كان يدفع ما بعرف.
طيب حجي، لأنه مصاري نقدي مع الناس قليل مع مصاري نقدي. صحيح. أنا بقول لك الناس يعني زيتون، زيت موجود متواجد، قمح متواجد، حبوب يعني كل الجود متواجد فيها، إلا الفقير. حتى الفقير يعني إن كان حراس متواجد هالحصة تبعها موجودة عنده في البيت. يعني من جميع الحبوب يطلع له. وصاحب البيت صاحب الملك كمان الذي الحراس عنده صاحب الملك يعني. وأغلب أكل الناس كله كان حبوب كلها، يكون رز. الرز كانوا يعملوا لبنية مع لبن يعني، يحطوا له نعنع يابس. نعم. يصير أكل طيبة لبنية مع الرز. الماس كان في هاي اللبنية سلات اليابسة كانوا يبنوها، يطبخ ماس طيبة جدا مثل ساعات طعمتها هاي اللبنية السلات. نعم. طيب كان يعملوا فريكي يبردوها الأيام الشتوية. نعم. وسيطوخ منها. طيب عيد الفطر السعيد حجي، كيف كنتوا تستقبلوه؟ جيد، مراجيح الأولاد يلصقوا كذا ما عارف شو، وتروح الناس تعرض على بعض. طيب كانوا يشتروا لكم ملابس حجي وانتوا صغار؟ يشتروا لي كيف لك جديدة. جديدة. طيب صلاة العيد وين كانت تقام يا حجي؟ بالجامع. طيب بعد الصلاة مباشرة كانوا الناس مثلا يروحوا على المقابر؟ يروحوا يزوروا المقابر. كان حد يوزع شيء في المقابر يا حجي؟ كان يطبخوا طبيخ في المقابر. وزع طبيخ. طبيخ مع لحم. نعم. كان لحم بعظمه. قطعوه شقف شقف. ويسلقوه. وعلى صدر كبير أو لجنة عرموا رز وحطوا عليه هاللحم. والفقير يجي. يجيب معه صنيه يأكلوا إياه وحطوا ثلاثة لحم. طيب حجي، في ناس كانوا يذبحوا ذبيحه على الروح والميتين وطبيخ ووزعوا على المقابر. نعم. طيب حجي، شو كنتوا تاخذوا هدايا لارحامكم يا حجي؟ والله الهدايا بهيك الايام يعني شو بدي اقول، اما حطوها نقد مصاري، اما شو شقف قماش يتخيط يوديها يتخيط عشان تلبسها. نعم. ما كان مخيط خالص مثل اليوم. طيب حجي ايضا كانوا الناس يتزاوروا فيما بينهم؟ كيف كان؟ عيد بعضهم. طيب شو كانت حلوياتكم في العيد يا حجي؟ حابه دربس ملبس يسموه كان. راحه. نعم. كعك بعجوة عمكم تعملوا؟ كان. عملوا على ايديها. نعم. طيب حجي كان في مراجيح؟ مراجيح حبلي. نعم. عملوا مراجيح. طيب. على خروب يا زيتون يا عتين يا. طب كانوا عايدوكوا يا حجي؟ بالنسبة فلوس مثلا يعطوك انت ولاد صغار؟ يعني الاولاد يعطوا قرش قرشين تعريف يسموها هيك. طب الشباب كانوا يروحوا على لبس يشتري فيها مثلا نمورة راحة اللي هو هاي الحلوة كان داري بالفلاحين يعني. نعم. مش عندنا معامل حلو كذا، فكانوا يسرقوا بيض كمان يلونوه بالورق البصل. اللي هو خميس البيض يا حجي. خميس البيض هذا. كمان كانوا بالعياد يتشائسوا بالبيض. نعم. يتشائسوا. ممتاز. وكان يلعبوا على البيادر الطابي. شايف؟ نعم. الطابي يكونوا مجموعة، كل خمسة ستة مجموعة. إشي في بس بتقول يعني حاطين حجرين هيك، هذول يضربوا الطابي من عندهم مجموعة، إذا تازها المجموعة الثانية يجي يسلم مطرح اللي يضرب الطابي بالعصا بشقفة عصا أو كذا. نعم. وما تازهاش اللي يضرب الطابي يضربها مسافة بعيدة. نعم. وبهرب بيصل لمسافة مثلا محدودة يعني، بيصل وبرجع. إذا وصل ورجع وهذاك مثل الطابي ضربه ما صابوش فيها، بيظلوا هذلاك من تحت وهذلاك يضربوا الطابي. بس يروح يضربوا الطابي ويهرب، يركض المسافة المحدودة اللي متفاهمين عليها العلامة ويرجع. إذا مسك الطابي وضربه صابه بيسقطوا بنزل يصرح حلو هذلاك بيطلع يضربوا الطابي. هيك كانت اللعبة بالطابي يعني. طيب حجي شو كان يختلف عيد الأضحى عن عيد الفطر يا حجي؟
كان يضحوا الحجاج كان يضحوا. نعم. طيب حجي المولد النبوي الشريف كان ينقام بعكا بالآخر ما كانش عندنا في شعب كان بعكا. بعكا هذا سمعت أنا رواي نعم إنه زعامة عكا الكبار يعني اجتمعوا إنه ليش ما نعملش ذكرى مولد الرسول عندنا في البلد هون وتجمع الفلاحين وتنزل والله كانت تنزل أهل شعب أهل الدكروم وأهل الكوشات وأهل البصة وأهل وين كانوا ينزلوا يا حجي؟ ينزلوا بعكا على عكا. بأي منطقة في عكا حجي؟ كان والله هذا هناك في قهوة اسمها قهوة مش عارف ناس والله أبو سعيد والله هناك في شوارع شوي وسيعة وساحة كانت تجمع الناس نساء ورجال ودبكي وحاجاتي وحواليهم وحكي ماشي. كم يوم كانت تقعد هذه المسألة؟ كل النهار يوم كان. يوم واحد يعني؟ يوم واحد. يوم واحد فقط. يوم واحد. طيب حجي بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع إن شاء الله حديثنا. يلا خلصنا.